الو، اوتيل شهرزاد، اديني رؤوف كامل من فضلك. تليفون عشانك يا استاذ رؤوف. الو، ايوه انا رؤوف. مين اللي بيتكلم؟ انا مرفت. في حد ما يعرفش ميرفت؟ ممكن تعرفني لو حبيت، خصوصا ان معايا حاجة بتاعتك، حاجة ده فارس وماسك سيف. حذر يبقى ايه؟ شوف انت اديته مين ومين اللي ضيعه. طب ما تبقاش تدي حاجتك لواحدة ما تعرفش تحافظ عليها. حظ حلو صحيح. تصور الليلة لقيت نفسي زهقان، أخدت قلم الرسم وقلت أفسحه شوية معايا، ولما شفتك بصيت لقيت القلم بيرسم واحد. وأنت اللي عامل التمثال ده كمان؟ لا طبعا. أمال مين اللي عامل؟ عايزاه يعمل لي تمثال كده. مش ممكن هذا، ده صاحبه بقاله كده يجي 2000 3000 سنة في ذمة الله. يا خسارة. الله يرحمه بقى، الظاهر انه مات قبل ما يخلصها. الله، خليكي كده. يا سلام، افروديت تحيا من جديد. ايه افروديت دي تبقى ايه؟ دي ربة من ربات الجمال. مين فينا بقى أحلى، أفروديت ولا ميرفت؟ ميرفت طبعا طبعا. ما قلت ليش ليه ما عمل لهاش وش ولا ايدين؟ علشان ما لقاش وش حلو زي وشك ولا ايدين في جمال ايديكي. اللوحة دي هتكون أجمل صورة رسمتها في حياتي. هتقدر تخلصها الليلة؟ الليلة؟ أنا محتاج أشوفك أكتر من مرة، الصورة رح تاخد وقت؟ لا، اعمل حسابك تخلص الليل عشان أنا مسافرة بكرة الصبح. على فين؟ على اسكندرية.
مش هتقدر تغمض عينيك.